أنا بحط حالي هلا محلكم. أنا بعد ما سمعت إنه كان في five Arab round table. طب هل الوضع تحسن؟ يعني هل نحن صرنا نزلنا الاستهلاك، صرنا عم نستخدم الاستهلاك والاستثمار بطريقة خضراء أكثر أو لا؟ هل الوضع بشكل عالمي أحسن أو أسوأ بالنسبة لـ sustainable consumption and production؟ الوضع أسوأ للأسف وليس أحسن. خليني أنا this is هلا اللي رح أحاول أعمله بالpresentation تبعي، نعطيكم global والregional view، نعطيكم data numbers لحتى كلنا نرجع نعيد التفكير كيف بدنا نشتغل على الموضوع. التوصيات كلها جميلة بس الواقع أسوأ من الشيء اللي نحن متخيلينه. درجة حرارة الأرض بارتفاع مثل ما كلنا بنعرف، التغيير المناخي، العواصف الرملية عم تزداد، التصحر بمنطقة الدول العربية عم بيزيد، وبعض من الحيوانات والنباتات بانقراض مستمر بالدول العربية. فأنا دائما بقول لزملائي بالأمم المتحدة، إذا نحن اللي بنشتغل على الـ resource efficiency والـ sustainable consumption and production، إذا نحن منحل هالموضوع زملائنا الباقيين ما عاد يكون عندهم شغل. يعني اللي بيشتغل على climate change رح يخسر وظيفته، اللي بيشتغل على ecosystem رح يخسر وظيفته، صداري بينزلوا عدد الستاف تبعهم للنص. فيمكن كلنا بنعرف إنه الاستخدام المستدام sustainable consumption and production if we tackle it right كل المشاكل البيئة ممكن تنخفض. حتى بموضوع استهلاك النفط بلغ ذروته، بس ليس أيضا فقط استخدام النفط اللي بلغ ذروته، إنتاج الغذاء، استثمار الأراضي الزراعية، مصايد الأسماك، استهلاك المياه إلى آخره. الداتا بتقول على مستوى الأمم المتحدة أنه بلغنا ذروة استخدامنا. فالواقع الاستغلاق إقليميا وعالميا، هاي الأويل كونسبشن، استخدام النفط. إذا بتلاحظوا نحن الميدل إيست هي ثالث ريجن باستخدام النفط بالميجرمنت على التيراوات بالآور، مع أنه الساوث أفريكا، يعني نحن أصغر من الساوث سنترال أمريكا وأصغر من أفريكا حتى بالسايز وبعدد السكان، يت نحن نعتبر يعني أكثر منطقة باستخدام التيراوات بالأور، خلينا نقول باستخدام ساعات الكهرباء وإلى آخره. وطبعا مثل ما ذكر زميلي بالجامعة الدول العربية، منطقتنا هي أسوأ منطقة بالعالم بموضوع الواتر سكاترتي، بموضوع ندرة وجود مياه. وبالإضافة إلى ذلك حتى نحن منطقتنا أيضا بموضوع استهلاك الطعام والفود ويست وإلى آخره، في عنا تحدي كبير. الحل الرئيسي للاتجاهات الحالية في استهلاك الموارد والإنتاج، طبعا كلنا بنعرف الـ SDG، ونحن مفروض هون الشامبيون الأبطال تبع الـ SDG 12 اللي هي Sustainable Consumption and Production. بس إذا منشوف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الـ SDG 12، بيقول التقرير توسع استهلاك المواد في جميع العالم لساته مستمر بشكل سريع، يهدد بشكل مباشر تحقيق أهداف الـ SDG 12. بعض الداتا الكتير كتير كتير شوكينج، 2017 بلغ استهلاك الموارد في جميع أنحاء العالم 92 مليار طن، ارتفاعا من 87 مليار طن عن 2015، وزيادة ب 250% تقريبا من عام 1970. زادت البصمة الإيكولوجية كمان بشكل كبير، 1990 حوالي 8 طن من الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات الشخص الواحد، هلا صرنا عم نحكي ب 12 طن من الموارد الشخصية وإلى آخره. عام 2018 قدمت 71 دولة الاتحاد الأوروبي تقارير وتولز عن تقريبا 303 تولز وليست قانون، بس هي الترجمة صارت سريعة فسوري عن هذا الموضوع. فمن الواضح أنه بدون إجراء سياسي عاجل منسق، متوقع أن يرتفع استخراج المواد العالمية إلى 190 مليار طن بحلول 2060. رح أحاول استعجل أني أخذ وقت أكثر. فالأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليونيب، هو الكستوديوم إيجنسي للSDG 12، يعني نحن الإيجنسي المسؤولة بشكل الأول
بالتعاون مع باقي الاجنسيز طبعا عن الاس دي جي 12 المتعلق بالسستينبل كونسبشن اند برودكشن وضمان انماط الاستهلاك والاستدامه الدائمه. 10 واي اف بي حكى عنه زميلي ما راح اذكره، هو سكرتاريات الهوستد باي يو ان انفايرمنت وهي الممول الرئيسي لهي الفعاليه ايضا. راح احاول استعجل اكثر، ف زميلي لوك لاحقا راح يستغلي راح يحكي اكثر عن السيركولر ايكونومي، والمجلس الدولي للموارد الابلاغ الافضل كفاءه المواد هو الهاي ليفل فورم، سيداري جزء منه ايضا. طيب كفاءه طبعا برنامج الامم المتحده عنده سب بروجرام او بروجرام تماما متخصص بموضوع الريسورس افيشنسي كفاءه الموارد، فبهذا البروجرام اللي انا منسق الإقليمي له بغرب آسيا بنشتغل على موضوع مساعدة الدول بتحويل الاقتصادات الرمادية إلى الاقتصادات خضراء، مثل ما عم نعمل هلأ مع دولة عمان مع شريك رئيسي اللي هو PDO وممثله موجود عندنا الأستاذ محمد. بالإضافة إلى ذلك تعزيز الإنتاج النظيف ومنخفض الكربون والكفاءة في استخدام الموارد، ونشتغل أيضا على تعزيز نمط الحياة المستدامة من خلال التأثير على اختيار الاستهلاك الصالح لمنتجات أكثر كفاءة، أيضا الإدارة السليمة للنفايات وتعزيز السياحة المستدامة والنقل المستدام وتعزيز المبادئ الخضراء والمستدامة. إطار العشري ما رح أحكي عنه لأنه زميلي بالجامعة الدول العربية حكى عنه، بس اللي بدي أقول هو اللي أنتوا كمان بتعرفوه ضمن الأراب راوند تيبلز القديمة، في ست قطاعات رئيسية بنشتغل عليها، هي الببليك بروكيورمنت، سستينبل توريزم، كونسومر انفورميشن، سستينبل لايف ستايل، سستينبل فود إلى آخره. فالبروغريس ضمن الوان بلانيت نتورك اللي هي ضمن الإطار العشري، مبدئيا خلال الخمس سنين السابقة صار في تقريبا 2000 اكتيفيتيز، الأولوية عم بتكون للتوريزم والإنرجي والإديوكيشن وإلى آخره. بدي أرجع هلأ أنتقل للتحديات الإقليمية. نردة المياه والاعتماد على الطاقة وارتفاع معدلات البطالة أهم التحديات بتواجه المنطقة كما تم ذكره. وهون بضمن تولز اسمها Sustainable Lifestyle والهات كمان رح اتركها لزميلي لوك يشرح عنها أكثر، بس هذا الحكي اللي بدي ارجع نقوله مثل ما كنا عم نقول انه بالمستوى العالمي الاستهلاك والموارد عم يزيد وما عم ينقص وما في تحسن كبير، بس للاسف كمان المنطقه العربيه الوضع ما فيه تحسن كبير. هاي التولز رح يشرحها زميلي لوك لاحقا، بس هاي بعض اخذنا بعض الامثله من الدول العربيه. مثل ما بتلاحظوا طبعا هاي التولز بتعتمد على الانفايرمنتال داتا الافيلبل عن طريق الورد بانك وعن طريق التقارير التي تنتجها المدن. مثلا لبنان الفوتبرينت الايكولوجيكال فوتبرينت بتعرفوها هي تأثير الإنسان على الطبيعة خاصة على الأرض وعلى المياه لإنتاج السلع كله بازدياد. فحتى منلاحظ الفرق بالدول النفطية مثل دول الكويت والبحرين الاعتماد على الفوسيل فيولز كل ما له عم يزيد. طبعا كمان المشاريع ضمن ال 10 YFP او ال 1 Planet المتخصصة للميدل ايست كمان عددها واطي، عددها ماله عالي، بس هذا موضوع اخر. وكلنا بنعرف كيف جزء كبير من الدول العربية اللي بتطل على الميديتيرانيوم قدموا الخطة الوطنية على Sustainable Consumption and Production ضمن غطاء السويتش ميد. وكمان شفت مثل ما حكينا بالعرب راوند تيبل الخامسة دعوة باقي الدول العربية ليشتغلوا على موضوع Sustainable Consumption and Production، فمن هذا المنبر منكرر أيضا الحاجة على هالموضوع. ما بدنا ننهي بشكل سلبي، كمان بدنا to recognize العمل الجيد اللي قامت فيه جزء كبير من الدول.
اللي بنقدر نأكده إنه الدول العربية مستوعبة موضوع التحدي على SDG 12، ولكن هناك حاجة أيضا لرفع الوعي لباقي الشركاء. فمثلا بلبنان البنك المركزي للتمويل عم يقدم مشاريع قروض سواء لمشاريع البناء والطاقة الخضراء مدعوم بفائدة كتير قليلة. بالمغرب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتحسين إدارة وتنمية الموارد الطبيعية كمان تم إعلانها. السعودية عندها هدف لتوليد الطاقة الكهربائية القائمة على الطاقة البديلة لمرحلة 9500 ميجا وات بحلول 2030، والإمارات كمان عندها هدف الطاقة النظيفة وبلشوا يبدأوا فيه بنسبة 50%. مصر كمان متوقع أن تنتج مصر الطاقة المتجددة 22% من إجمال الطاقة بحلول 2030. ففي كتير شغل لنعمله. مشان هيك أنا بالأوبن ستيتمنت تبعي قلت إنه it's time to move to action. It's time to implement the strategies and action plans وإلى آخره. ونتمنى من هالArab Roundtable نأخذ الexperience اللي لح نشاركها مع بعض and motivate our country to implement. Thank you.